ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أمارات وأحلى عسولات في الدنيا كلها، محبين ومشاهدين ومتابعين وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا أماراتي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وبأحسن صحة دايما. النهاردة هنتكلم على فيديو مهم جدا جدا جدا، وهو إن أنا إزاي أحافظ على الخضار بتاعي أطول فترة ممكنة. طيب انا هحافظ ازاي على الخضار بتاعي اطول فتره ممكنه يا رشا، وخصوصا ان احنا فينا ناس كبيره في السن بتحب مثلا تنزل مره واحده في الاسبوع تجيب الخضار بتاعها مره واحده. ازاي مثلا انت من غير ما تكون كبيره في السن، احنا كبار في السن احنا مش بنحب ننزل السوق كل شويه، فتحب مثلا تجيبي من القوطه كام كيلو، من الخيار كام كيلو والكلام ده، وتبصي في الاخر هتلاقي الحاجه دي باظت منك. عشان كده النهارده في عنوان الفيديو بقول لك حطي السفنجه داخل الثلاجه. طيب انا لما احط السفنجه داخل الثلاجه يا رشا هتعمل ايه يا نور عيني؟ هتسحب الرطوبه اللي موجوده في الثلاجه، فبالتالي الحاجه اللي انت جايباها من خيار من قوطه من الكلام دوت مش هتعفن بسرعه او هتبوظ منك بسرعه، وهتقعد معاكي اطول فتره ممكن. وسبق ان دكتوره شيرين زكي كلكم طبعا عارفينها، اللي هي الدكتوره اللي هي بتعمل هي برنامج كده او عندها جروب كبير على الفيس اسمه جات في اللقمه، ده جروب مشهور جدا يعني، سبق واتكلمت عن الموضوع ده، وقعدت يعني عملت مقالات وحاجات كده كتير جدا عن انك انت لازم تحطي كل ثلاجه او كل درج ثلاجه تحطي فيه قطعه من السفنج. اظن كلنا عندنا سفنج، هتاخدي قطعه ناشفه هتحطيها في الدرج من تحت، هتمتص اي رطوبه، بدل ما الحاجه بتقعد معايا يومين ثلاثه وتتلف، لا هتقعد معاكي اسبوع واكتر من كده. طيب يا رشا انا ما عنديش السفنجه، تمام انا ما عنديش سفنجه او مش لاقيه سفنجه، واديني حل تاني. ممكن يا نور عيني في حل انا كنت دايما بعمله، انك انت بتجيبي فوطه قطن، اي فوطه قطن عندك، وتاخديها وتلفيها وتحطيها قصدي في الارضيه بتاعه درج الثلاجه، هتفرشي الفوطه القطن وتحطي فيها الخضار بتاعك كله يكون جاف. ما ينفعش ان انا مثلا اكون جايبه القوطه من عند الراجل عرقانه شويه او فيها زي ميه واحطها في درج الثلاجه، طالما فيها يعني شم بس كده اي ريحه ميه تعرف ان هي هتتلف منك في اسرع وقت. نفس الكلام الخيار، نفس الكلام الجزر، ايا كان الخضار اللي انت جايباه تنشي فيه خالص بمنديل او باي قماشه طريه وتحطيه ترصيه كده في الثلاجه. بس اهم حاجه انك انت يا نور عيني تكون الارضيه بتاعتك من تحت حاطه فيها فوطه قطن. لا مش لاقيه يا رشا فوطه قطن، عايزه حاجه سهله، اظن السفنجه مش يعني مفيش اسهل من كده، هتسيبي كل حاجه على وضعها بس هتحطي السفنجه هتمتصلك اي رطوبه، فبالتالي بدل ما انت كل شويه نازله طالعه على السوق، لا هتجيبي الحاجه مثلا بالخمسة كيلو او بالكده، فهتقعد معاكي او اكتر فتره ممكن. اتمنى اكون قدرت افيدكم يا اماراتي. ما تنسيش يا نور عيني تشتركي في قناه وصفه وتركيبه عشان تكملي باقي وصفاتنا الجباره. وما تنسوش يا اماراتي يلي طلبت منكم تشيرولي ما شفتش حد شير على فكره وزعلانه منكم، ما تنسوش تشيرولي الفيديوهات بتاعتي على صفحتكم على الفيس بليز، فضلا وليس امرا كل واحد كده ياخد فيديوين، يعني حسنه قليله تمنع بلاوي كتير كل واحد ياخد فيديوين يحطهم على صفحته على الفيس، وهدعي له من كل قلبي وما تنسيش اللايك يا نور عينيا، وما تنسيش تختم الحلقة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.